مع قولكم هذا الشيخ بارك الله فيكم، نرى كثير من الكتاب أو من طلاب العلم الذين تأثروا حتى بمنهج المحدثين، أو لهم في مثلا في علم الحديث أو في علم بعض الأمور تأثروا بمنهجه. وما هو منهجه؟ وهل له منهج؟ نعم. ما هو؟ وهو التأثر بكتابات أبو الأعلى المودودي، في كلماته، في كثير من الكلمات، سواء مثل كتابه العدالة الاجتماعية وكتابه التصوير الفني في القرآن. هذا أسلوب أدبي ليس أسلوبا علميا. هناك منهج خاصة في التفسير، تجسير الأمة وتفسيرها، وخاصة في كتاب العدالة الاجتماعية، وذكر عنه أيضا، هذا ذكر عنه صاحب كتاب الإعلام الزركشي. نعم. ذكر عنه هذا، وأنه كان يعني اتخذ هذا المنهج، وهو تجسير الأمة بكاملها، تجسير كل من حواليه، فتأثر بهذا المنهج كثير من الشباب الآن، فأصبحوا يدعون لكتبه ويدعون لآرائه ولما كتب من جميع ما كتبه. فما رأيكم؟ رأينا أنه رجل غير عالم، انتهى الأمر. ماذا تريد يعني أكثر من هذا؟ إن كنت تطمع أن نكفره فلست من المكفرين، ولست أنت أيضا من المكفرين. أنا بقول لك، أنا بشهد معك، لكن ماذا تريد إذا؟ يكفي المسلم المنصف المتجرد أن يعطي كل ذي حق حقه، وكما قال تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الرجل كاتب ومتحمس للإسلام الذي يفهمه، لكن الرجل أولا ليس بعالم، وكتاباته العدالة الاجتماعية هي من أوائل تأليفه، ولما ألف كان محض أديب وليس بعالم، لكن الحقيقة أنه في السجن تفور كثيرا وكتب بعض الكتابات كأنها بقلم سلفي ليست منه. لكن أنا أعتقد أن السجن يربي بعض النفوس ويوقظ بعض الضمائر، فكتب كلمات يعني يكفي عنوانه الذي يقول: لا إله إلا الله منهج حياة، لا إله إلا الله منهج حياة. لكن إذا كان هو لا يفرق بين التوحيد الألوهية وبين توحيد الربوبية، هذا لا يعني أنه لا يفهم توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وأنهما يجعلهما شيئا واحدا، لكن يعني أنه ليس فقيها وليس عالما، وأنه لا يستطيع أن يعبر عن المعاني الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة لأنه لم يكن عالما. وإياك إن شاء الله. ألا ترى يعني مع هذا التأثر هذه الأمور اللي كتبها يعني أن يرد عليه؟ نعم يرد عليه، لكن بهدوء وليس بحماس. يرد عليه وهذا واجب، ليس الرد على المخطئ محصورا بشخص أو أشخاص. كل من أخطأ في توجيه الإسلام بمفاهيم مبتدعة وحديثة ولا أصول لها في الكتاب ولا في السنة ولا في سلفنا الصالح والأئمة الأربعة المتبعين، فهذا ينبغي أن يرد عليه، لكن هذا لا يعني أن نعاديه وأن ننسى أن له شيئا من الحسنات. يكفي أنه رجل مسلم ورجل كاتب إسلامي على حسب مفهوم الإسلام كما قلت أولا، وأنه قتل في سبيل دعوته للإسلام، والذين قتلوه هم أعداء الإسلام. أما أنه كان منحرفا في كثير أو قليل عن الإسلام، فأنا في اعتقادي أبد ما تولد الثورة ضده، أنا اللي قتلته من جماعة الإخوان المسلمين هنا
بزعم أنني كفرت سيد قطب، وأنا الذي دللت بعض الناس على أنه يقول بوحدة الوجود في بعض كتاباته في نفس التفسير. لكن في الوقت نفسه أنا لا أنكر عليه أنه كان مسلما وأنه كان غيورا على الإسلام وعلى الشباب المسلم، وأنه يريد إقامة الإسلام ودولة الإسلام. لكن الحقيقة أوردها سعد، وسعد مشتمل ما كذا يا سعد تورد الإبل. هل تحذر من كتبه؟ والسلام عليكم. يحذر من يحذر من كتبه من الذين لا ثقافة إسلامية صحيحة عنده.